نعمل مع بعض الوصفة العصرية، وهي حتكون خبز الدولسي ديلاتشي مع القمح الكامل. بالنسبة لمقادير الخبز اللي هنعمله، عندنا 250 جرام دقيق قمح، 200 جرام دقيق خبز، 3 معالق صغيرة خميرة، 50 جرام سكر، 1 معلقة صغيرة ملح، 240 مللتر لبن دافي، 60 جرام زبدة، و1 بيضة. بالنسبة للحشو عندنا 2 علبة دولسي ديلاتشي، واحنا عارفين طبعا الدولسي ديلاتشي ده بنعمله من الحليب المكثف المحلى، بنحطه في حلة فيها مية وبنسيبه يغلي حوالي 5 ساعات بالتقريب، لحد ما الحليب المكثف المحلى يتحول إلى اللون المكرمل والطعم المكرمل ده اللي هو الدولسي ديلاتشي. واخر حاجه عندنا جليز كاراميل، اللي هو 100 جرام سكر بني، 60 مللتر كريمه، 50 جرام زبده، ربع معلقه صغيره ملح، 1 معلقه صغيره فانيليا. اوكي، هنبتدي بالعجين. حطيت دقيق القمح الكامل ودقيق الخبز اللي بيتسمى دقيق البيتزا في اغلب الشركات اللي بتعمله، بيسموه دقيق بيتزا. عندنا اللبن الدافي، حطيت شوية منه على الخميرة علشان تبتدي تتفاعل، وأول ما تبتدي تطلع الفقاعات، معناها ثاني أكسيد الكربون اللي الخميرة بتطلعه لما بتبتدي تتفاعل مع السوائل. هحط دلوقتي السكر كمان هنا والخميرة، أوكي كده. الملح بنحطه الناحية المقابلة للخميرة، مش عليها على طول، لأنها ممكن يتموت الخميرة يا إما تقلل التفاعل بتاعها. وهنحط البيضة والزبدة، فيعني إحنا بنحط كل حاجة في العجان وبنعجنهم مع بعض لحد العجين ما يجهز. ممكن استفيد بالوقت وابتدي اعمل الجليز اللي هحطه فوق العيش. احط السكر البني والزبدة، وعايزة اكرملهم على النار. بص على العجين، دلوقتي العجين ابتدى يتحول الى كورة يتجمع مع بعض، وطبعا لسه محتاج يتضرب حوالي 5 دقائق او 7 دقائق كمان. بعد كده بنحطه في بول وبنسيبها تخمر، وده بيكون شكل العجينة لما تخمر، وبنغطيها بورق بلاستيك او بكلينج فيلم علشان السطح بتاعها ما ينشفش ويبقى فيها حتت مفرولة كده. هخليها متغطية لحد ما اخلص الجليز والسكر. احنا اللي مستعملينه هو سكر بني، اللي يحب يستعمل سكر ابيض ممكن، وعايزين نكرمله.
وبرضو ما نستعجلش عليه لأن السكر البني لونه ممكن يعني يخدعنا شوية، نحس إن هو كده خلاص بقى متكرمل، بس لا هو كده لسه تقريبا بلونه الأصلي، فمحتاج يبقى أغمق من كده. وكمان محتاجين إن الخرز بتاع السكر يدوب، يعني ما نشوفش الخرز السكر ده لسه متواجد. زي ما احنا شايفين اللون ابتدى يغمق وابتديت أشم ريحة الكرملة بتاعة السكر، فنجهز. ممكن دلوقتي أحط ملح، أنا عايزة يغمق عن كده حاجة بسيطة، بس لازم نخلي بالنا لأن ممكن مرة واحدة كده نلاقيه بقى غامق قوي. أوكي كده حلو قوي، هضيف الكريمة. ونخلي بالنا لما نضيف الكريمة لأن فرق الحرارة ما بين الحرارة بتاعت الكراميل والحرارة بتاعت الكريمة اللي هي بتبقى عادة محفوظة في التلاجة بيبقى فرق كبير قوي، وعلشان كده السكر بيفور بالشكل اللي احنا شايفينه ده، فنحطها ونبعد شوية وبعدين نرجع نقلب تاني. اوكي كده الجليز خلاص تقريبا جاهز، هخليه على جنب لأن طبعا محتاج يهدى علشان يتقل شوية قبل ما أقدر أستعمله كتزيين لخبز الدولسي ديلاتشي. دلوقتي أطلع العجين، هحتاج شوية دقيق وأخد العجين وأحط برضو عليها شوية دقيق. ونبتدي نفردها، عايز أعملها على شكل مستطيل. ودايما نتأكد ان هي مش لازقة. نحط شوية فوق الوش. تمام، هجيب الدولسي دلاتشي وهنفرده تقريبا على نص العجين. وهنجيب قطعة البيتزا أو سكينة، ما فيش فرق يعني، وهنبتدي نعمل خطوط بالطول كده في النص التاني من العجين.
مش مشكلة اللي طلعوا دول مش هيضايقونا في حاجة من هنا. اوكي وابتدي اعمل رول، الف العجينة دي على الدولسي ديلاتشي، وبعدين لما نقرب نوصل للنص هنقفل الجنبين دول علشان الدولسي ديلاتشي ما تطلعش وهي في الفرن، ونكمل نلف الرول وهيطلع لنا الرول الجزء اللي فوق مقطع بالشكل اللي احنا شايفينه. هنجيب الرول بتاعنا وهنحطه في الصينية وطبعا محتاجين نسيبها لحد ما تخمر مرة تانية، وبعد كده هندخلها الفرن على درجة حرارة 180 وهتقعد في الفرن حوالي 3 ساعة 25 دقيقة. وبناخد الجليز اللي عملناه وبنبتدي نحطه على الوش.